الاموال اللي تصرفها على جيوشك الالكترونيه، اذا من ارثك، من ارث العبادي واموال بيتك واهلك، والله بالعافيه عليك ما لي علاقه، بس اذا واذا من سعدوها يبها ما لي علاقه، بس اذا تاخذها من اموال الناس لا والله لي علاقه، لان انا اجي احسب الصفحات اللي نشرت هذا الخبر المزيف المفبرك 140 صفحه في وقت واحد، كلهن مموله، اذا اجي احسب 100 دولار باليوم اضربها في 140 هاي 1400 دولار يوميا، اضرب لي اياها في 30 يوم هاي 420 ألف دولار شهريا، اضربها في سنة، تعرف ايش قد يصرف على جيوش الإلكترونية العبادي ما لا يقل عن 5 مليون دولار بالسنة،